احتفالا باليوم العالمي الخامس للا عنف، افتتح وزير الثقافة المصري عماد أبو غازي وسفير الهند في مصر السيد آر سواميناسن بإزاحة الستار عن تمثال نصف من البرونز للمهاتما غاندي. ثورة 25 يناير ثورة سلمية زي ما كانت شعارات الثوار في 18 يوم بتتردد سلمية سلمية، وبالتالي هي تنتمي إلى حركات المقاومة التي تعتمد مبدأ اللا عنف، وهو المبدأ الذي يعتبر المهاتما غاندي هو المؤسس لي، أو كما يعني نقول رسول اللاعنف في العصر الحديث. فكرة اللاعنف أو ثقافة اللاعنف هي من محاور عمل وزارة الثقافة، واللي بنحاول نشتغل عليها من خلال أنشطتنا المختلفة والمتعددة، إشاعة فكرة التسامح وقبول الآخر واعتماد الأساليب السلمية في المقاومة والمطالبة بالحقوق. كل دي أركان أساسية في سياسة وزارة الثقافة. أنا بشكر المعالي الوزير الثقافية، هو كان موجود شخصيا للإقاصات الستارة للتمثال المهاتما غاندي. ويعني مهاتما غاندي ليس فقط زعيم الهند، هو كان زعيم في كل العالم، وخصوصا الأفكاره وفلسفته، يعني الحقيقة ولا عنف. حجم التبادل الثقافي مع الهند مقارنة بالميزانية الهزيلة اللي احنا بنتمتع بيها حجم كبير، لان احنا في العلاقات الثقافية الخارجية بنهتم جدا بالحضارات القديمة، الهند، الصين، إيطاليا، اليونان، مصر، هم دول الحضارات اللي أسسوا الحضارة العالمية. فحجم التبادل الثقافي سواء بعثتنا إلى الهند أو ما نستقبله من الهند يمكن من أكثر التبادلات الثقافية على مستوى العالم. حتى هم مهتمين جدا بمصر، وإحنا مهتمين جدا بالهند، ومهتمين بأواصر الصداقة اللي بتمتد إلى عمق التاريخ. قام المجلس الهندي للعلاقات الثقافية التابع للحكومة الهندية بإهداء هذا التمثال إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، تقديرا لمبادئ وفلسفة غاندي التي تبناها الشعب المصري خلال ثورة 25 يناير. إنجي خالد، نهارك سعيد.